أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه ينبغي على الجزائر والمغرب تأمين عبور آمن ل41 لاجئا سوريا تقطعت بهم السبل على الحدود بين البلدين منذ أسابيع. وعلق اللاجئون السوريون على الحدود منذ 17 من أبريل نيسان الماضي، وتبادل البلدان اللوم في قضية أسفرت عن خلاف دبلوماسي. بدأت السلطات الفرنسية في حصار المتورطين في تسهيل سفر شبان إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وقال مصدر مطلع أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على 6 أشخاص للاشتباه في تورطهم في مساعدة إرهابيين في السفر إلى سوريا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق نشره موقعها أن فرنسا تستعين بالقوات العراقية لمطاردة المتطرفين الفرنسيين الموجودين في الموصل. وأضاف التحقيق أن الهدف هو منع الفرنسيين أو ناطقين بالفرنسية من العودة إلى بلدانهم لتنفيذ اعتداءات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن علاقات موسكو مع الرياض تتطور بنجاح كبير. وأضاف بوتين أن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة، وأن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط. ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد لقاء رئيس الوزراء الهندي أن ألمانيا تريد تطوير العلاقات مع نيودلهي. وقد كانت ميركل أوضحت شكوكها أمس حيال الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف، ولكنها ذكرت أنها مؤمنة بأهمية العلاقات عبر الأطلسي، فيما يمثل تخفيفا لحدة تصريحات أثار دهشة واشنطن قبل يوم. قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تريد الإبقاء على شراكة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا لا يمكنها بعد الآن الاعتماد بشكل كامل على بريطانيا. وأضافت ماي أن لندن تريد الحفاظ على الشراكة العميقة لأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي لا من أوروبا. رفعت شركة بين أند كومباني للاستشارات توقعاتها لنمو مبيعات السلع الفاخرة على مستوى العالم في عام 2017، حيث سيؤدي ارتفاع النشاط السياحي إلى انتعاش الإنفاق على السلع الفاخرة في أوروبا. وقالت الشركة في تقرير لها إن مبيعات السلع مثل حقائب اليد والمجوهرات الراقية سترتفع بنسبة 2 إلى 4%. نهاية الموجز، إلى اللقاء.